هل هنالك إقبال ربما من ولايات أخرى؟ نعم نعم، المركز يعتبر بوابة الهضاب العليا، ففيه من كل المراكز، فيه من مركز مسيلة، من البرج بوريريج، من بجاية، فيه اللي يتنقلوا حسب العمل اللي هما موظفين الأسلاك والإطارات الدولة اللي يغيروا الولايات وينتقلوا إلى المركز. ففيه عدد كبير من الطلبة اللي التحقوا هذه السنة، حولوا من مراكز أخرى إلى مركز الصيف.